الفقره اللي انا بحبها وبتبارك بيها، وبحس كده ان الملائكه محوطه المكان. يعني بالنسبه لي دي افضل فقره في كل الفقرات. احنا مع جمعيه نبض الحياه ومعانا مولانا الشيخ كارم الفقي. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذه، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب؟ نصلي في البدايه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما نبتدي. نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذرا رسول الله، إن قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو ماء البحار جميعها كان المداد لوصف أحمد ما وفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره ولكن نور محمد لن يخسف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا عايزين نتكلم عن فكرة شكر الله على النعم. أنا لما عيد اكتشفت أن أنا كنت بشكر ربنا سبحانه وتعالى طبعا على النعم والحمد لله، بس اكمني ألفت النعم فبشكر الله، يعني شكر الواجب أو شكر اللسان كده، اللي هو الحمد لله ربنا كريم مدينا صحة، الحمد لله ربنا كريم مكفينا، الحمد لله. لكن الشكر بالإخلاص والشكر بالعمل، بالعمل أعتقد ربنا يقبله مني أو من إخواتي اللي بيسمعونا دلوقتي أكتر من شكر اللسان. فنتكلم كده عن شكر الله ازاي يبقى بشكل عملي. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية يعني الحمد لله بالسلامة. الله يسلم حضرتك. والحمد لله الذي يعني عافاكي وأبعد عنك السوء والأذى حضرتك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع السوء والضر والبأساء عن كل مريض، وأن يحفظ أمين. البلاد والعبادة من هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم أمين. وبعد، الشكر بداية، الشكر الله جل وعلا من أسمائه أنه هو الشكور. أيوة. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن نفسه في القرآن قال وكان الله شاكرا عليما. طب الله يشكر مين؟ يشكر مين يعني؟ مش فاهم. يعني كل ده هيجي في سياق الكلام إن شاء الله. الشكر من صفات الأنبياء. أيوة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويطيل في الصلاة فيكلموه يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. شكر فعل. الله. شكر فعل. فعل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله. شكر لسان. لسان. الشكر صفة من صفات أنبياء الله أجمعين. لما نقرأ في القرآن حنلاقي ده موجود في القرآن، أن سيدنا نوح كان شاكرا، سيدنا إبراهيم كان شاكرا. فالشكر صفة مهمة للمسلم لأنه يتصف بما وصف الله به نفسه، يتصف بما اتصف به الأنبياء. طيب هل الإنسان شاكر ولا غير شاكر؟ لازم يكون شاكر. لازم يكون. طب ليه؟ علشان ربنا ادانا نعم. يعني لو فعلا قعدنا، أنا يعني لما كنت بقرأ أن نعم الله لا تعد ولا تحصى كنت بقول مثلا في علي بيت ممكن نعدهم ونقول، يعني فكرة ان عينك تقدر ترفع جفنك وتفتح عينك دي نعمة. انا وصلت في لحظة ان انا مش قادرة افتح، ما عنديش طاقة ان انا افتح عيني. هقول لحضرتك يا استاذة، اظن كلنا بنيجي اخر اليوم وبننام. صح طبعا. وبفضل الله سبحانه وتعالى بنصحى من النوم تاني. مين مننا لما صحي من النوم كده بص لإيده فلقى إيده بتتحرك فقال الحمد لله ربنا عافاني في إيديا؟ مش كتير. مين لما نظر لإيديه لقى إن عينيه بتتحرك وشايفة فقال الحمد لله إن أنا بشوف؟ لما اتكلم لقى نفسه بيتكلم. ناس تانية كتير قوي اللي بتشايفني دلوقتي نامت فلم تستيقظ. نام وكانت هي النومة. نزل أنزل يده فلم يرفعها، فتح عينه فلم يغمضها. هل فكرت في يوم من الأيام أن ربنا سبحانه وتعالى عافاك وابتلى غيرك أنك تشكر ربنا على النعمة دي؟ والله بنغفل. بنغفل أو كلنا بنغفل. شكرنا ربنا على ربنا ادهنا ولا لأ؟
حضرتك لما بتنزل من بيتك الصبح وانت رايح شغلك وبتركب عربيتك، دي نعمة ربنا اداها لك، ما ادهاش لحد تاني، ما ادهاش لحد تاني. في ناس شكرت تانية ربنا عليها ولا لا؟ بتفضل تجري عشان تلحق الاتوبيس ولا بتجري عشان تلحق الميكروباص. شكرت ربنا عليها ولا لا؟ ما هو حد هيقول لي طب بس انا ما عنديش عربيه. انك رجليك بتمشي لحد الميكروباص دي نعمه، رجليك بتمشي لحد الميكروباص. حضرتك لما دخل محمد بن سيرين على هارون الرشيد، هارون الرشيد كان يحكم الدوله الاسلاميه من العراق الى المغرب، فقال له يا امام عظني اديني موعظه. قال له يا امير المؤمنين لو كنت في صحراء، لو انت في قلب الصحراء واردت شربه ماء عايز تشرب فلم تجد هذه الشربه نص كوبايه، نص كوبايه اللي انت كل شويه عمال تشرب تشرب تشرب، لو كنت في صحراء واردت شربه ماء فلم تجدها بكم تشتريها؟ يا لهوي قال اشتريها بنصف ملكي. كويس. طيب قال له يا امير المؤمنين لو شربت هذه الشربه، لو شربت هذه الشربه فاحتبست في بطنك، اعزكم الله مرضى الفشل الكلوي، فاحتبست في بطنك فلم تستطع اخراجها فبكم تخرجها؟ قال اخرجها بملكي كله. قال وهل ترى بركه في ملك لا يساوي شربه ماء ولا اخراجها؟ طب كم مره بتدخل الحمام؟ كم مره بتشرب؟ كم مره بتشوف؟ كم مره بتتكلم؟ اديت الشكر ولا لا؟ اديت شكر الحاجه دي ولا لا؟ حضرتك ورد في الأثر كده وقصص الصالحين أن أحد العلماء كان يسير في الطريق ودخل قرية، وقبل القرية لقى في خيمة منصوبة، فقرب من الخيمة فلقى سمع صوت من جوه كده بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من عباده، فاستأذن أن هو يدخل الخيمة فدخل، فاللي جوه الخيمة أذن له صاحب الصوت فدخل، فبيقول فوجدت رجلا مقطوع الرجلين عزكم الله، لا إله إلا الله، كفيف البصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستغرب إيه ده؟ فقال له يا هذا على ما تحمد الله ومن أي شيء عافاك الله، أنت عندك ابتلاءات الدنيا، ده أنت لا قادر تمشي ولا في حد بيخدمك ولا بتشوف ولا بتشوف. فقال يا هذا ألم يعطيني الله جل وعلا سمعا أسمع به؟ الله. قال بلى. قال ألم يحرم الله جل وعلا كثيرا من الناس من نعمة السمع، هذا السمع، فصار أصما لا يسمع؟ فقال بلى، ده عالم اللي بيكلمه. فقال بلى. قال يا هذا ألم يعطيني الله جل وعلا عقلا أفكر به فأعرف الحلال من الحرام؟ قال بلى. قال ألم يسلب الله جل وعلا كثيرا من الناس نعمة العقل، هذا نعمة العقل فصار لا يعقل وصار مجنونا بين الناس؟ قال بلى. قال يا هذا أفبعد كل هذه النعم لا أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاني؟ ونعم بالله، اتق الله وكن على حذر ونعم واشكر بالله. الله في كل لحظة الحمد لله وفي كل وشكر حين. الله. طيب عشان نشكر الله أكتر نشوف التقرير ده، وكل واحد قاعد يتفرج على التقرير هيقول من قلبه الحمد لله رب العالمين. تفضل. ما عندناش ميه، ظروفنا على الجد، وبروح اشيل الميه من بعيد والله، بسيب عيالي في البيت وعندي دماغي وجعانه والله، بشيل الميه بتبهدل. النهارده معاكم في قريه جديده، المنشيه الجديده تبع برج العرب، يعني بعد اسكندريه بحوالي ساعه تقريبا لما توصل لمنطقه المنشيه الجديده اللي تبع مركز برج العرب محافظه اسكندريه. وصلنا هنا كالعاده عشان استغاثه اهل المنطقه، بيقولوا احنا محتاجين وصلات ميه. وصلنا علشان نشوف الوضع هنا ايه، الشكل هنا ايه، هل فعلا يستحقوا ان احنا صدقات حضراتكم وتبرعاتكم نحطها هنا؟ وصلنا وشفنا الحال، شفنا البيوت على الطبيعه، اكبر بيت في المكان 50 متر، اكبر بيت، واسقف البيوت عباره عن ايه؟ اسقف البيوت عباره عن خشب وطبقه مشمع، علشان كده وصلنا هنا في المنشيه الجديده وقلنا كل البيوت لازم نوصل لها وصلات الميه. هشيل من بره من على الشارع من بره، ويا اما جوزي بيشتري له وهو جاي، لما بكون تعبانه بيشتري له ميه وهو جاي، بيشتريها من بره، بيجيب لنا جيرك الميه، جزايز ميه على قد اللي بيبقى معاه. الناس هنا
يمكن مش محتاجة وصلات مية بس، الناس محتاجة وصلات مية ومحتاجة أسقف ومحتاجة حاجات كتير جدا. أقل حاجة نقدر نقدمها لهم هنا إن إحنا نوفر لهم وصلة مية. معناش فلوس والله، والظروف مخبطة خالص الحالة على الجد يعني، وجوزي غلبان بيشتغل يوم ويقعد يومين. مسافة المية عشان يقدروا يجيبوها أكتر من كيلو متر ولا 2 كيلو علشان يمشوهم ويجيبوا مية، أو ممكن يروح لجار يخبط عليه. وحتى لو جيران عندهم أنا مش هروح أقول لهم برضو كل يوم على مية. أهل الخير اللي هيوقفوا معانا هندعي لهم طبعا، وربنا يسترها معاهم يا رب ويكفيهم شر طريقهم ويصلح لهم حالهم. احنا في انتظار اتصالاتكم علشان القريه اللي انا ماشي في شوارعها دلوقتي، قريه المنشيه الجديده، محتاجه تشرب ميه، ومحتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض، والطرف الثالث معانا يبقى شركه الميه، واحنا الثلاثه نبني بلدنا من هنا من المنشيه الجديده. هنوصل الخير لكل الناس. الحمد لله والله على النعم اللي احنا عايشين فيها، بس كل ما النعم زادت كل ما الحساب زاد. يعني احنا موجودين في الدنيا عشان نوصل لبعض ونوصل لبعض عطايا ربنا. ربنا لما بيديلك اي رزق ايا ما كان، يعني اي كتير قليل، في نصيب للناس دي في رزقك عشان ربنا يبارك لك، عشان ربنا يديك الصحة والعافية، عشان ربنا يخلي لك ولادك، عشان ربنا يكرمك ويرضى عنك، علشان توصل الامانه اللي ربنا اداها لك للي يستحقها. الناس دي تستحق تشرب ميه نظيفه. ستات تقول لك بروح اشيل من اخر الدنيا علشان اجيب ميه، وبتشتري الميه بغالي، واولى بدل ما تروح تشتري ميه تشتري عيش واكل لاولادها. فربنا هيسالنا، ربنا هيسالنا عن الناس دي، اهو ربنا بيبصرنا وبيورينا، يعني ما عندناش حجه. يعني لو مش عارف ممكن تقول انا مش عارف، طب مين يستحق؟ اهو يعني جمله حمد عند حضرتك. الناس اللي تستحق تشرب بس ميه. الشكر يبقى بالفعل، يعني بالعمل. الشكر له طريقا او كيفيتين، بس قبل ما نتكلم عن ازاي نشكر ربنا، يعني انا هسال حضرتك دلوقتي واحنا فضل. على الشاشه اتفضل. يعني الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ازال المرض والهم وهذا الوباء. حضرتك كنت بتفكري في ايه وانت في الظروف دي؟ والله العظيم يعني انا كنت حضرتك النفس، احنا قاعدين بنتنفس نفس داخل ونفس طالع عادي. يا فندم انا في 10 ايام خلاص بقى عندي يقين ان انا عايزه اقول لاهلي حضروا، انا عايزه ادفن مع ابويا، مش عايزه ادفن مثلا في مقابر زوجي طبعا لان انا زوجته في حي. فانا كان نفسي ادفن مع ابويا، فبقيت عماله افكر خايفه اكتب لاولادي الرساله دي لضايقهم، بس انا عايزه ادفن مع ابويا. بقيت عماله افكر يا رب لما اروح لك انا مقصره، بعمل الواجبات اللي عليا في حدود، بس لا ده الصدقه مش هتقلل اللي عندي ايا ما كان. حضرتك انا كان عندي فلوس الحمد لله قدر ان انا اروح مستشفى اتعالج، مفيش مستشفى عايز تقبلني. فالفلوس اللي شويه الفلوس اللي انا شايلهم على جنب اللي مرض ما نفعونيش عند اي مستشفى، فالفلوس ما نفعتنيش. انا كان معايا فلوس ومش عارفه اخد نفسي، الفلوس مش مخلياني اعرف اتنفس. فبقيت اللي بفكر بيه يا رب والنبي اديني العمر وحامله شنطتي اللي انا رايحه لك بيها باللي انت تقبله. يا رب اديني العمر واقبل مني. مين بقى فينا فكر انه يشكر ربنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ ربنا ادالك ايدين ورجلين وعينين واذنين وقلب وعقل بتفكر بيه. امتى شكرت ربنا؟ بتدخل بيتك تفتح الميه، بميه بتنزل لك، امتى شكرت ربنا؟ بتاكل وتشرب وعايش، امتى شكرت ربنا؟ ازاي عايش في سقف مش المطره بتخر عليك، المطره نازله عليك من كل مكان زي ما احنا شفنا. من كل مكان والله. احنا كنا في اسكندريه وبنصور والمطره نازله علينا، وقلنا نرجع، قلنا لا مش هنرجع عشان خاطر الناس دي مستنيانا ان احنا نروح لها. الناس مستنيانا ان احنا نروح لها،
في مره ثانيه غير التقارير اللي احنا كنا شايفينها دلوقتي والمطره نازله علينا. طب نشوف التقرير اللي جاي. نشوف التقرير اللي جاي وما اعرفش هيكون في مطره لسه ان شاء الله. طب نشوف التقرير اللي جاي بعد اذن حضراتكم، خليكم معانا. ياسين من منطقة غربانيات. عندنا صراحة مشكلتنا جامدة مع المية، مشكلتنا جامدة. أنا ساعات بنسيب عيالي في البيت بروح نجيب مية. أنا مرة رحت وجيت لقيت ابن بنتي متكهربة، لقيتها مغمى عليها. العيشة صعبة قوي، يعني عندنا صراحة مشكلة جامدة مش مع المية بس. ما فيش كبير أو صغير هنا إلا وعنده معاناة بسبب المية اللي مش قادر يوصل لها. جوزي بيشتغل يومية من يوم ما قالوا كورونا، ما عادش فيه ولا يومية ولا حاجة. يجي مثلا واحد يقول له ده فيه يومية بكرة، يجي طلع الصبح يقول له ما فيش. لا معلش ده اتلغت. في مثلا عربية أنفار زي كده، عربية أنفار بتطلع فيها كم نفر بيطلع في العربية ده؟ بيطلعوا في العربية في بيقول لك لا تتحملي ترد أنت بقى. أول ما شفنا المنظر ده ما تخيلناش إن الصورة هنا بنفس الطريقة اللي أنتم شايفينها. أول ما سمعنا كلام الناس ما تخيلناهوش بنفس الكيفية اللي احنا سمعناها قبل كده. زي ما فرحنا الكرة اللي فاتت بدعم حضراتكم لينا، إن شاء الله المنشية الجديدة كل البيوت اللي هنا هنوصلها وصلات المية. والله صراحة احنا ما كناش متوقعين صراحة، يعني من كتر اليأس احنا يأسنا صراحة، بس لما شفنا كده في بقى في أمل. بالله عليكم ينفع نسيب المكان ده من غير ما نوصل له مية؟ لو انت جيت هنا وانت جاي من اسكندرية اكتر من ساعة او ساعة ونص على ما توصل المكان ده، لو جيت وانت عامل حسابك توصل وصلة واحدة والله لا توصل اتنين وتلاتة واربعة، لان المكان محتاج اكتر من كده بكتير. كيف يكون شكر الله؟ يكون شكر الله سبحانه وتعالى بطريقتين، إما بالقول، إنسان يحمد الله سبحانه وتعالى زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله قبل أن يستيقظ بعد ما يستيقظ من نومه، وإما شكر الفعل، وهذا أعظم درجات الشكر. ربنا سبحانه وتعالى أنا شايف المية نازلة عندي في بيتي من الحنفية، يبقى أشكر ربنا بنفس الطريقة وأشوف الناس اللي كانوا معانا في التقرير، الناس اللي بتجيب المية من بعيد عشان تشرب. نشكر ربنا سبحانه وتعالى بأن نخرج لله مما أعطانا الله سبحانه وتعالى. المال اللي ربنا ادهولنا ده نعمة، ومن شكر هذه النعمة أن نتصدق بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تزول بالضبط، لأن الله جل وعلا ينتزعها زي ما قلنا في حلقات قبل كده. لو مش هتأدي حقها ربنا هينتزعها منك ويديها لغيرك، عشان غيرك يؤدي حقها، عشان غيرك هيؤدي حقها. وده فعلا اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا اياه في كتابه وعلمنا اياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. انت شايف دلوقتي اخوانك في بلاد بعيده عنك بيقولوا لك الحقنا ادينا ساعدنا هات لنا كوبايه ميه هات لنا وصله ميه اقف جنبنا، طب هتسيبهم ولا لا؟ المال اللي عندك اللي ربنا ادهولك لو ما اديتش حق ربنا فيه مش هيستناك، هيروح لغيرك. ويا عالم تدور الدوائر وأين نحن غدا، أسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. فرصة وإحنا عايشين وربنا مدينا فرصة نجهز نفسنا ليوم مقابلته، تصدقوا بس، يعني ربنا يكرمكم ويكرمنا يا رب. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا يا فندم، ويعني ربنا يا رب ينفع بيك ويكرمكم. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان يحنن قلوب الاغنياء على الفقراء. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. الفقره اللي جايه بقى انا مش قادره اتكلم، يعني هتشوفوها، خليكم معانا هتشوفوا العظمه بتاعت الفقره الجايه.